بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء وحييكم، أرحب بحضراتكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. من هنا من على أرضية ميدان البصير نحييكم ونجدد بكم التحية والترحيب مع هذه الانطلاقات المتواصلة في هذا السباق المحلي الثاني المقام على أرضية ومضمار البصير لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث نشاهد وإياكم هذه الانطلاقات المستمرة والمتواصلة وإياكم في هذا الصباح مع تحديات الكبار وتحديات العمالقة، مع تحدياتنا وإياكم في هذا اليوم الذي خصص للثنايا، مع انطلاقة جديدة وانطلاقة شوطنا السادس للقعدان الثنايا. مسافتنا هي 5 كيلومترات، هي المسافة التي قررت من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، فلهم جزيل الشكر والعرفان. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ما هي إلا لحظات ونعرفكم بالمراكز المتقدمة. نتقدم وإياكم مع المقدمة ومع الصدارة، المركز الأول الباز راشد بن سالم بن محمد بن علي بن دوحة، من يقدم لنا انطلاقة الباز وماركة الباز الغنية عن التعريف. المركز الثاني القادم وصل شاهين علي بن شفيع بن علي الفهيدة المري، من يقدم لنا شاهين على المركز الثاني. المركز الثالث وصل مبلش سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر، من غير إلى المركز الثاني. المركز الرابع وصل وتقدم محطم سعيد بن محمد بن تويم بن متعب، من يتقدم ويقدم لنا انطلاقة محطم على المركز الرابع. المركز الخامس ونختتم به النداء، وصل البصير حمد بن راشد بن محمد بن صفوة المري، هو القادم مع انطلاقة البصير. هكذا تممنا على مسامعكم المراكز الخمس المتقدمة، وما خلف الخمس ياهي من أسماء وشعارات صالت وجالت بجميع ميادين سباقات الهجن. نعود وإياكم إلى المقدمة، إلى الصدارة، المركز الأول. يا سلام، الباز على المقدمة وعلى الصدارة، راشد بن سالم بن محمد بن علي بن دوحة، من يقدم لنا انطلاقة الباز على المركز الأول وعلى الصدارة. ينطلق الباز مع الصدارة ومع المركز الأول، ينطلق بهذا الانطلاق المميز وهذا الانطلاق الصحيح. يا بن دوحة، من يقدم لنا انطلاقة الباز؟ راشد بن سالم بن محمد بن علي بن دوحة هو المنطلق على الصدارة وعلى المقدمة، يتقدم بهذا التقدم المتميز وهذا الاندفاع الرائع، اندفاع الباز على المقدمة. يتقدم راشد بن سالم بن محمد بن علي بن دوحة، يقدم لنا اسمه ويقدم لنا شعاره، الشعارات القادمة والأسماء الواصلة. أول الواصلين وصل شاهين علي بن شفيع بن علي الفهيدة، المركز الثالث القادم والواصل مبلش سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر، هو القادم على المركز الثالث. المركز الرابع وصل وتقدم البصير حمد بن راشد بن محمد بن صفوة، هو القادم على المركز الرابع. والمركز الخامس اللي تسلل من مركز إلى مركز من غير إلى المركز الثالث، وصل جميل سعيد بن محمد بن حمد بن طفلة، هو القادم. شعار بن طفلة قادم مع جميل، ولكن الشعارات الواصلة والقادمة أيضا وصل وتقدم حطم بشعار سعيد بن محمد بن تويم بن متعب، هو القادم هو الواصل. والشعار القادم أيضا وصل لهب عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري، ولكن نعود وإياكم، نعود إلى الباز، الباز الباز الباز
العباس على المقدمة وعلى الصدارة منذ انطلاقة هذا الشوط اللي مسيطر تمام السيطرة على هذا المركز. ينطلق بهذا الانطلاق المتميز راشد بن سالم بن محمد بن علي بن دوحة من يقدم لنا انطلاقة الباز على الصدارة وعلى المركز الأول. يا سلام المركز الثاني وصل وتقدم جميل سعيد بن محمد بن حمد بن طفلة المري من يقدم لنا جميل جميل. يا سلام جميل يغير إلى المقدمة إلى الصدارة الشعار الواصل وصل لهب عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري وأيضا أول القادمين أول الواصلين وصل معتمد هو القادم بشعار بن نديلة وأيضا وصل شعار محطم سعيد بن محمد بن تويم بن متعب العريض هو القادم ولا العريض هو القادم يقدم لنا اسمه ولكن جميل. يا سلام يا سلام يا سلام يا جميل يقدم لنا هذا الأداء الجميل والمميز. يا سلام سعيد بن محمد بن حمد بن طفلة من يتقدم ولكن معتمد معتمد يا بن نديل معتمد بن نديل يقدم لنا معتمد راكان بن محسن بن راشد بن محسن بن نديل وأيضا القادم وصل لهب وصل لهب عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري من يقدم لنا لهب 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 هو القادم بكل قوة أيضا وصل محطم وصل محطم ووصل مبلش ولكن يا اخواني ولكن يا اخواني معتمد معتمد بن نديلة معتمد بن نديلة يتقدم ولكن التغيرات من هذا الشعار وهذا الاسم مع لهب لهب يا لهب لهب مع الصدارة معتمد على المركز الثاني مع الأربعمية متر الأخيرة. يا بن نديلة يا بن نديلة يا سلام عبد الله بن جار الله النابت المري يقدم لنا لهب ومعتمد ويقدم لنا معتمد ركان بن محسن بن راشد بن نديلة ولكن ولكن لهب 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 روح بالناموس والانتصار يتقدم لهب 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 مع الصدارة ومع المقدمة ينطلق لهب لكي يقدم لنا هذا الأداء المتميز. أسعد الله صباحك يا النابت على هذا الفوز وهذا الانتصار المتميز عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري والمركز الثاني معتمد من قدم أداء يشكر عليه ركان بن محسن بن راشد بن محسن بن نديلة. المركز الثالث كان الدخول من شاهين علي بن شفيع بن علي الفهيدة. المركز الرابع كان الدخول من محطم سعيد بن محمد بن تويم بن متعب العريض. المركز الخامس كان الدخول من خامس المراكز مميز بريك بن عجيان بن بريك بن مجدور الغفران. مشاهدينا متابعينا الأعزاء تهانينا والناموس لمن قدم لنا انطلاقة لهب عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري وتوقيت البطل لهب قاطع مسافة الخمسة كيلومترات بتوقيت زمني وقدره 7:58 34 جزءا من الثانية. هكذا توقيت لهب بشعار عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء تهانينا والناموس لجميع الفائزين وحظا أوفر لمن لم يحالفه الحظ.